أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسر وما أعلن وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم وجاحدي إمامتهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين. بديهي أن الأمة التي لا يستشعر أفرادها في أنفسهم الحرية والسيادة، لا يمكن لمثل هذه الأمة أن تتقدم وتعلو، لأنه إذا كانت النفسية الطاغية على أفراد هذه الأمة هي نفسية الانهزام والضعف والذلة، فإن هذه الأمة لا محالة تتأخر وتتقهقر وتتسافل حتى تصل إلى الحضيض. ولا ينفع أن تملك هذه الأمة من العناوين السيادية ما تملك، فإذا كانت تلك العناوين لا انطباق لها على أرض الواقع، فإن هذه الأمة تبقى أمة ذليلة، يكون بين واقعها وعناوينها أو شعاراتها التكاذب تماماً، كالقصير الذي يصر على أنه طويل، أو كالصغير الذي يصر على أنه كبير، أو كالدولة المحتلة أو الخاضعة لهيمنة دولة أخرى وهي مع ذلك تصر على أنها ذات سيادة. دعونا نسمي الأشياء بمسمياتها. نحن نرفع شعار الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، إلا أننا في واقعنا ندنو ولا نعلو، ونستمرئ هذا الدنو ونتعايش معه كحالة طبيعية أو عادية، فيبقى ذلك الشعار الإسلام يعلو ولا يعلى عليه مجرد شعار ليس إلا، نوظفه فقط في الخطب الكلامية والافتخارات الإنشائية وما أشبه. والمضحك المبكي أننا صرنا كآخر سلاطين العثمانيين، ذلك الأحمق عبد الحميد الثاني الذي كان قد نصب في أعلى مكتبه لوحة نقشت عليها عبارة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لوحة نقشت عليها هذه العبارة وعلقها في أعلى مكتبه. وينقل أنه لما كان يأتيه من يأتيه مخبرا إياه
أن روسيا والدول الغربية قد تعاظمت قوتها الصناعية والعسكرية وتفوقت علينا كثيرا. لما كانوا يأتون إليه ويخبرونه بمثل هذه الإخبارات، ينبئونه بمثل هذه الأنباء، كان يكتفي بأن يشير بإصبعه إلى هذه اللافتة فوق رأسه، وكأن العنوان أو الشعار يكفي لتحقق العلو وهزيمة العدو. حتى وإن لم يترجم هذا الشعار فعليا على أرض الواقع، نحن كذلك كهذا الأحمق، نرفع فوق رؤوسنا شعارا عظيما وعنوانا كبيرا هو هيهات من الذلة. هذه الكلمة المقدسة التي نطق بها سيد الشهداء صلوات الله عليه يوم عاشوراء، رافضا أن يبايع ليزيد عليه اللعنة، وينزل على حكمه ذليلا مقهورا. هذه الكلمة المقدسة نصيح بها ونرفعها فوق المنابر في كل عام حين تهل علينا أيام عاشوراء، إلا أننا لا نترجم هذه الكلمة فعليا على أرض الواقع، فواقعنا أبعد ما يكون عن هذه الكلمة المقدسة وهذا الشعار العظيم، بل إننا في سلوكنا العام كأننا نطبق شعارا آخر أصلا، هو شعار هيهات منا الإباء، أو شعار هيهات منا العزة. وأسفه حين نستمرئ مثلا أن تبقى مراقد أئمتنا عليهم السلام في البقيع مسواة بالأرض، وبدلا من أن نعلنها انتفاضة أو ثورة، بدلا من ذلك نركن إلى السكون والدعة بحجة أنه لا قبل لنا بالنظام السعودي المجرم الذي هدم هذه الأبنية المقدسة. ما معنى هذا؟ هذا معناه أننا قد قبلنا الذلة، فإنه حتى لو سلمنا بأنه لا قبل لنا بهذا النظام الإجرامي، مع أن بمقدورنا إجبار هذا النظام على السماح بإعادة بناء البقيع بوسائل عديدة قد نذكرها لاحقا، أقول حتى لو سلمنا بأنه لا قبل لنا بهذا النظام الإجرامي، فلا أقل من أن نعمل على تحصيل ما يجعلنا قبلا له ولو في المستقبل، أي أن نمضي في إعداد ما استطعنا من قوة تجعلنا كفؤا للمواجهة وإن قل العدد، وإن قل العدد، فإنه إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلب 1000، فإن ضعفنا عن ذلك فالآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. أيها الإخوة،
الأمة التي تنسف مقدساتها وتحتج لتبرير خمولها بعدم القدرة على مواجهة عدوها، هذه الأمة هي أمة ذليلة. نعم، مثل هذه الأمة هي أمة ذليلة، لأنها لو كانت عزيزة أبية لما خملت، ولرآها العالم تتحرك لتحصيل أسباب القوة التي تستعيد بها مقدساتها ولو بعد حين. هذا التحرك الفاعل هو الذي يظهر أن هذه الأمة أمة تستشعر العزة والكرامة والإباء، وأنها إنما تنتظر أن يحين موعد المواجهة لتستعيد ما سلب منها. دعوني أكون صريحا أكثر، وإن كان كلامي قاسيا بعض الشيء، لكن هذا هو الواقع، هذا هو الواقع الذي لا بد من الاعتراف به. إنكم لو تفحصتم أموال الأمم، أحوال الأمم عفوا، لو تفحصتم أحوال الأمم في عالمنا الحالي، لو تفحصتم أحوال هذه الأمم لما وجدتم أمة ذليلة كأمتنا. لا توجد في العالم أمة سويت قبور عظمائها بالأرض ليس عليها إلا التراب بلا حتى شاهد، لا توجد أمة هكذا إلا أمتنا نحن. كل الأمم الأخرى ترى قبور عظمائها محترمة مشيدة. لا توجد في العالم أمة تمنع من زيارة عظمائها والوصول إلى مقدساتها بالتنكيل والإذلال، ذلك التنكيل والإذلال الذي وصل إلى حد التعدي على النساء والأطفال. لا تجد أمة هكذا إلا أمتنا نحن. كل الأمم الأخرى يحترم حقها ولو إجمالا في الوصول إلى مقدساتها وزيارة عظمائها وأداء شعائرهم التعبدية في تلك المواطن. لا توجد في العالم أمة رضيت ببقاء مقدساتها في يد غيرها إلا أمتنا نحن. كل الأمم الأخرى تشرف على مقدساتها بنفسها ولو إجمالا، حتى وإن كانت تلك المواقع المقدسة واقعة جغرافيا في نطاق حكم معاد. مثلا القدس، القدس كما نعلم محتلة من حكومة معادية، تلك الحكومة المعادية هي الحكومة الصهيونية. إلا أن مواقع المسلمين فيها في القدس كالمسجد الأقصى وقبة الصخرة، هذه المواقع تتبع إداريا مجلسا للأوقاف الإسلامية داخل القدس، وتتبع أيضا في بعض الجوانب الأخرى وزارة الأوقاف الأردنية خارج القدس. صحيح أن هذه التابعية الإدارية منقوصة بما يفرضه الاحتلال، إلا أنها على أقل تقدير تعني في جملة ما تعني أنها هنا إدارة من أصحاب الشأن لمقدساتهم،
وإن كانت تلك الإدارة منقوصة، بل وإن كانت اسمية. أما نحن في المقابل فلا إدارة لنا للمسجد النبوي الشريف ولا للبقيع، حتى وإن كانت تلك الإدارة منقوصة أو اسمية، لا إدارة لنا مطلقا، لا تابعية لهذه المواقع الشريفة لنا مطلقا، إنما تقع مقدساتنا هذه في يد غيرنا من النواصب الأجلاف. اقرأوا عن تاريخ الهند، الهند التي يسيطر عليها الهندوس، وانظروا كيف قامت طائفة السيخ أو السيك حين دخل بعض الجنود الهندوس معبدهم، ذلك المعبد الذهبي المقدس عندهم مشهور، هو على ضفاف ما هو أشبه ببحيرة أو نهر. انظروا كيف قامت تلك الطائفة، طائفة السيخ، بثورة عارمة لدخول هؤلاء الجنود الهندوس معبدهم الذهبي المقدس. تلك الثورة والقلاقل أدت إلى اغتيال رئيسة الوزراء الهندية آنذاك أنديرا غاندي انتقاما. تلك الثورة أدت إلى زلزلة وضع الهند بأكملها. كل ذلك لماذا؟ لأنهم اعتبروا دخول شخص كافر في نظرهم وهو الهندوسي إلى معبدهم، دخول هذا الهندوسي إلى معبدهم اعتبروه انتهاكا لمقدساتهم، مع أن المعبد يقع أصلا تحت إشرافهم وتحت إدارتهم المستقلة، ولم يكن دخول أولئك الجنود إليه إلا لإخماد قلاقل كان السيخ أنفسهم قد بدأوها من هناك ضد الحكومة الهندية. هكذا تعامل السيخ لما استشعروا انتهاك مقدساته. نحن في المقابل قام هذا النظام الوهابي المجرم لا بدخول مقدساتنا فحسب، بل قام بنسفها وتسويتها بالأرض، ومع ذلك لم يكن لنا من ردة فعل يصح الافتخار بها لا سابقا ولا لاحقا. حين نرى مراقد أئمتنا عليهم السلام مسواة بالأرض ولا نحرك ساكنا حتى على مستوى إعداد العدة لإعادة البناء، فليس هنالك معنى لهذا سوى أننا قبلنا الذل، بل الذلة عندنا أبشع من ذلة غيرنا. إنه ينبغي لنا أن ننكس رؤوسنا حياء وخجلا، لأن التاريخ لم يعرف أمة انتهكت مقدساتها وعاشت ذليلة إلى هذا الحد. اعذروني على كلامي القاسي، إنه الواقع. إننا لم ننم عن استعادة مقدساتنا فحسب، بل باركنا من يدعونا إلى النوم عنها. ودونك أولئك الجبناء ممن جعلوا أنفسهم في مواقع قيادية وانساق لهم الناس، هؤلاء الذين بدلا من أن يقوموا بواجبهم في تصعيد الضغط باتجاه إعادة بناء البقيع، بدلا من ذلك نراهم يصرحون في وسائل الإعلام بكل السفالة
بأن هذا الموضوع إعادة بناء البقيع لا أولوية له، ويدعون إلى التخلي عن طرحه والاهتمام بهذا الموضوع، يدعوننا إلى أن لا نهتم ولا نكترث، ولما نسألهم بماذا تريدوننا أن نهتم؟ يقولون اهتموا بدلا من ذلك ببناء اللحمة الوطنية والتعايش الأهلي. وكأن اللحمة الوطنية والتعايش الأهلي لا يتحققان إلا بأن يدوس العدو على مقدساتنا وكرامتنا ونسكت. من الطبيعي أن تجد أصواتا نشازا في كل أمة، أصوات من باع نفسه للسلطان والحاكم حتى ينال منه ثروة وجاها وما أشبه، أصوات العملاء الأذلاء، هذا من الطبيعي أن تجده في كل أمة. إلا أن من غير الطبيعي ولا العادي أن يبقى هؤلاء وسط مجتمعاتهم بلا عقاب أو بلا عزل على أقل تقدير. الأمم الأبية تعاقب عادة الأصوات النشاز التي تدعوها إلى الخنوع والخضوع، تعاقبها بأن تعزلها عن المحيط العام فتغدو منبوذة لا وجاهة لها. فالعجب كل العجب من أمتنا المنكوبة هذه، بدلا من أن تصفع هذا السامري الذي يجازف بكرامتها من أجل مصالحه، بدلا من أن تركله إلى خارج المحيط العام صاغرا منبوذا، فإنها بدلا من ذلك تبقيه مكرمان معززان، بل وتقوم شريحة من هذه الأمة بالثناء عليه بأنه ذو حكمة وبصير. حتى حين يستقدم هذا السامري أجلاف النواصب إلى ديارنا ليمرغوا أنوفنا بالتراب، حينما يهاجمون عقائدنا ويسفهون تشيعنا، ويقوم هو مع ذلك كله بتكريمهم في ولائم طعام، حتى حين يقع مثل هذا يبقى هذا السامري في محله، لا يقطع لسانه ولا تخلع عمامته ولا يلفظه المجتمع، بل يتعاطى معه وكأن شيئا لم يكن. اللهم إلا من عتاب هنا وبعض الضجيج هناك لا يغير من الأمر شيئا، ولا يوقف أمثال هؤلاء الذين أذلون كل هذا الذل، لا يكون الضجيج بذلك المستوى. حين يقع مثل هذا ويمر مرور الكرام، فإن على العزة والكرامة والإباء السلام، حقا إنا لا نجد أمة أذل من هذه الأمة، إنها أمة تستعذب الذل وتقول ما أروعه، إنها أمة تدعو لمن يدعو للذل وتقول ما أحكمه. هذا المثال الذي أذكره عن سامري القطيف هين بالنسبة إلى غيره، لا أريد أن أعدد الآن أمثلة أخرى توجع القلب أكثر،
كطبيعة تعاملنا مع من يسحق كرامتنا ويتلاعب بمبادئنا حين يظهر على وسائل الإعلام مادحا لأعداء وقتلة رسولنا وأهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم، فيثني عليهم ويترضى عليهم ويقيء على رؤوسنا بذلك دون أن يلقى صفعة من أحد منا تجعله يبلع قيئه ويتوقف عند حده. أعلمتم الآن كيف أننا كعبد الحميد هذا عبد الحميد الثاني العثماني نرفع شعار هيهات منا الذلة، والحال أننا نطبق شعار هيهات منا العزة. أين هي المشكلة؟ أين هي المشكلة؟ إنها في نفوسنا. نحن لا نستشعر الحرية والكرامة والسيادة، نحن نستذل أنفسنا، لأن أفكارا بالية تسيطر على عقولنا وتبعدنا عن الطريق الذي يجب أن نسلكه لاستعادة حقوقنا والنهوض بأمتنا. بدلا من أن نمضي في هذا الطريق، نمضي في طريق آخر نبدد فيه الطاقات التي كان يجب صرفها في الأولويات، ولا أولوية من تحرير المقدسات، هذه أولى الأولويات وأولى الأولويات. هذا النظام السعودي الوهابي الجائر أعلن الحرب علينا منذ ما يقرب من 90 سنة حين هدم المراقد المقدسة في البقيع وضرب طوقا يمنع من الوصول إلى ضريح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. هذا الطوق الذي يمنعنا من زيارته وتقبيل ضريحه المقدس ودعاء الله تبارك وتعالى من عنده هناك. منذ ذلك الحين أعلن هذا النظام الجائر الحرب علينا، وكل المحاولات التفاوضية التي بذلت من أجل إعادة بناء البقيع باءت بلا نتيجة. بقت حكومة آل سعود على تعنتها ووقاحتها، وظلت وفية لعهدها في مناصبة العداء لآل محمد والبقاء على سيرة الأشياخ أبي بكر وعمر وأبي سفيان وآل حرب وآل زياد وآل مروان. بقت وفية لعهدها، لم تتزحزح، فكل المحاولات التفاوضية معها باءت بالفشل. إذن لم يعد مجال للتفاوض والدبلوماسية، فلا بد من سلوك الطريق الآخر. أي طريق ذاك؟ هو طريق التصعيد. لا أعني هنا بالضرورة قيام حرب مسلحة، إنما أعني على أقل تقدير رفع صوت جماعي، صوت جمعي واحد يرفع يناجز آل سعود في كل المحافل الدولية في شأن البقيع، يترافق مع هذا الصوت العالي، يترافق معه في الداخل عصيان مدني شامل. إذا طبقنا هذين الأمرين فقط لن يعد الأمر أياما معدودة حتى نرى هذه الحكومة تضطر صاغرة للسماح بإعادة بناء البقيع وإعادة هيكلة إدارة الحرمين الشريفين. هذا يمكن أن يتحقق
بلا إراقة قطرة دم واحدة، إنما هي الثقة بالنفس والتخطيط الجيد والاستفادة من وسائل الإعلام المؤثرة والتصعيد الدولي عبر المحافل والتحشيد الشعبي، لا غير هذا من وسائل التصعيد. هذه كفيلة بتحقيق الهدف في عالم اليوم. عالم اليوم له موازين، له أسباب، له وسائل. هذه هي الأسباب والوسائل. لماذا إذن لم نسلك هذا السبيل حتى الآن؟ قد يقال إنها مسؤولية القيادات النائمة الجبانة، فإذا كان رب البيت نائمان فشيمة أهل البيت كلهم النوم، كما أنه إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. أقول قد يعتذر بهذا عن حالة النوم والذل التي نعيشها، إلا أن هذه القيادات وإن كانت تتحمل قسطا كبيرا من المسؤولية عن ذلك، إلا أن الأمة جمعاء تتحمل القسط الأكبر والأوفر، لأن المسؤولية مسؤولية الجميع. أنا وأنت وهو وهي، جميعنا مسؤولون محاسبون، ولا يسع أحد الاعتذار بأن القائد الفلاني لم يتحرك ولذلك نمت أنا. إنها مسؤوليتك أيضا. إذا وجدته نائما فاتركه واذهب إلى المتيقظ ليقودك، وإن وجدت هذا نائما أيضا فانهض بنفسك، لب نداء نبيك وأئمتك عليهم السلام بنفسك، اسعى بقدر جهدك وطاقتك في أداء تكليفك. أم أن صيحات لبيك يا محمد، لبيك يا علي، لبيك يا زهراء وأمثال هذه الصيحات لا تعدو كونها هي الأخرى شعارات مرفوعة بلا انطباق على أرض الواقع؟ كلا، فلنطبق حقا هذا الشعار العظيم، هيهات منا الذلة، فلا نقبل بذلة أبدا. وهذا يتطلب منا أولا أن نستشعر أننا أحرار سادة، ونشعر بهذا أبناءنا وإخواننا وأصحابنا، حتى يمضي الشيعي في طريقه لاستعادة مجده وهو واثق من نفسه، عزيز في إرادته، حر في سلوكه، لا يرضخ لأحد سوى الله تعالى وإمامه عليه السلام، لا يعرف للذل والهوان معنى في قاموس حياته أبدا. هكذا ينبغي أن يكون الإنسان الشيعي، حرا في جميع أحواله، حتى وإن نابته النوائب والمصائب فإنه يبقى حرا، لا يقبل وهو في المصيبة أن ينكسر أو تضعف عزيمته، بل يصبر ويجتهد لأن يعود ويبقى مرفوع الرأس كريما عزيزا. هكذا يكون الإنسان الشيعي. يروي شيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه بسنده عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن الحر حر على جميع أحواله، إن نابته نائبة صبر لها، وإن تداكت عليه المصائب لم تكسره، وإن أسر وقهر واستبدل باليسر عسرا، لا ينكسر المؤمن، لا ينكسر الحر. كما كان يوسف الصديق الأمين
صلوات الله عليه، لم يضرر حريته أن استعبد وقهر وأسر، ولم تضرره ظلمة الجب ووحشته وما ناله، أن من الله عليه فجعل الجبار العاتي له عبدا بعد إذ كان له مالكا، فأرسله ورحم به أمة. وكذلك الصبر يعقب خيرا، فاصبروا ووطنوا أنفسكم على الصبر تؤجروا. إذن وكما يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه: الحر حر في جميع أحواله، لا ينكسر أمام المصائب، حتى وإن تم أسره وقهره لا يضر ذلك حريته، لأنه في نفسه حر يصبر على البلاء. وذلك الصبر يعقب خيرا له، فيعود سيدا لمن استعبده فترة ما. فإن الله تعالى لما يرى من عبده الصبر ينزل عليه النصر، كما حصل مع يوسف الصديق عليه السلام. ولكن أي صبر يجب أن نتحلى به؟ أهو ذاك الذي يعني الاستسلام لمن يريد استعبادنا وقهرنا والعلو علينا؟ كلا، فإن هذا هو قبول الذل بعينه، وهيهات من الذل. إنما الصبر ها هنا هو بمعنى الرضا بقضاء الله تعالى من جهة، وبذل الوسع ما أمكن لدفع العدو والانتصار عليه من جهة أخرى. إذا لم يتمكن منك العدو بعد، فإنك مكلف شرعا بأن تدفعه عن نفسك ما أمكنك. فإذا افترضنا أنه تمكن منك، فإنك مكلف شرعا أيضا بأن تبذل ما بوسعك لكي تتخلص منه. في كلتا الحالتين أنت مطالب بالصبر، فلا تجزع ولا تتذمر ولا تضعف أو تنكسر، بل تسلم أمرك كله لله، ولكن تعمل بوظيفتك الشرعية في دفع العدو أو التخلص منه. ويقترن ذلك بالصبر، أي الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى وعدم الجزع والتذمر. هذا هو معنى الصبر، هذا هو معنى الصبر في هذه الرواية الشريفة. ليس معنى الصبر أن ترضى ببقاء الوضع الراهن إذا كان فيه ذلة لك، لأنه ليس من حقك شرعا أن تذل نفسك، هذا ليس من حقك. لاحظوا، روى شيخنا الكليني أيضا رضوان الله تعالى عليه بسنده عن أبي الحسن الأحمسي عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال: إن الله عز وجل فوض إلى المؤمن أموره كلها، ولم يفوض له ولم يفوض إليه أن يكون ذليلا. إن الله عز وجل فوض إلى المؤمن أموره كلها، ولم يفوض إليه أن يكون ذليلا. أما تسمع قول الله عز وجل يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فالمؤمن يكون عزيزا ولا يكون ذليلا. احفظوا هذه العبارة من إمامكم الصادق: المؤمن يكون عزيزا ولا يكون ذليلا. ثم قال عليه السلام: المؤمن أعز من الجبل، إن الجبل يستقل منه بالمعاول، يستقل يعني ينقص منه بالمعاول، ممكن أن يتكسر
ويقلل ينقص. إن الجبل يستقل منه بالمعاول، والمؤمن لا يستقل من دينه شيء. لذلك المؤمن أعز من الجبل. ما أروع هذا الحديث الصادقي، إنه يصف حال المؤمن ويؤكد أنه لا يمكن أن يكون ذليلا، لأن الله تعالى جعل له العزة ولم يفوض إليه أن يكون ذليلا، لم يسمح له بذلك. وعليه فإن من يذل نفسه يكون خارجا عن الإيمان بهذا المعنى الدقيق، تماما كالذي يشرب الخمر مثلا، فإنه يخرج عن الإيمان، لأن إذلال المؤمن نفسه حرام بمنزلة شرب الخمر، كما أن شرب الخمر حرام، إذلال المؤمن نفسه حرام. إن الله تعالى أباح لك أمورك كلها، لكنه لم يبح لك إطلاقا أن تعرض نفسك للمذلة أو تقر بالمذلة. افعل ما شئت من المباحات الشخصية، لكن عليك أن تعلم أن كل فعل يمكن أن يؤدي إلى الإذلال هو محرم عليك تحريما قاطعا. لا ينبغي أن تكون مستضعفا ذليلا، بل ينبغي أن تكون كالجبل في الشدة والقوة، بل أعز من الجبل، لأن الجبل ينقص منه بالمعاول، لكن المؤمن لا ينقص من دينه شيء مهما تكالب عليه الظالمون، يكون صامدا أكثر صمودا من الجبل. المؤمن حر دائما على جميع أحواله، المؤمن عزيز دائما على جميع أحواله، وعلى فرض أنه في حين من الأحيان ذل هذا المؤمن أو تعرض للمهانة قهرا، على فرض أنه حصل ذلك، فإنه حين يحصل ذلك لا يستقر له قرار، لا يهدأ حتى يثور ويعيد اعتباره. لماذا؟ لأنه دققوا جيدا، إن أقر بالذل استكانت نفسه للذل، يكون بذلك قد خرج عن التشيع والانتساب إلى أهل بيت المصطفى صلى الله عليه وآله. هذا هو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول في كلمة رائعة مقدسة: من أقر بالذل طائعا فليس منا أهل البيت. من أقر بالذل طائعا فليس منا أهل البيت. الله أكبر. هكذا يعلمنا نبينا والأئمة من آله عليهم السلام كيف نكون أحرارا نسود العالم بعزنا وكرامتنا. هكذا يلقنوننا كيف لا نرضى بالذل أبدا ولا نقر به. ومعنى عدم الإقرار بالذل أنه لو اتفق في حين من الأحيان حصول الذل قهرا، كأن تتكالب قوى الشر علينا مثلا، فإننا حين ذاك لا نقر ولا يهدأ لنا بال حتى نرفع هذا الذل عنا ونلبسه أعداءنا، سيما أولئك السفلة المشركين الذين احتلوا المدينة المنورة وضربوا فيها حصارا إرهابيا على مرقد النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، ومنعوا المسلمين من زيارته والابتهال إلى الله عند ضريحه المقدس طالبين شفاعته. هؤلاء السفلة الوهابيين إنما استقووا لتوانينا عن مواجهتهم. وغدا حينما
ينتشر هذا الفكر الجديد المصحح للمسيرة الشيعية في هذا العصر، هذا الفكر الذي يعيد تأصيل الإباء في نفوس أبنائنا ويدفعهم إلى أن يعلوا ولا يعلى عليهم. حين ذاك سيرى العالم من هو العزيز ومن هو الذليل حقا. سنرجع إلى المدينة لنطهرها من هؤلاء الأجلاف المحتلين، ولنعيد بناء آثارها المقدسة المهدومة. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين الشيعة، ولكن المنافقين النواصب الوهابيين لا يعلمون. المطلوب إذن أن نعود إلى مدرسة سيد الشهداء، سيد أهل العزة والحرية والإباء، الحسين بن علي صلوات الله عليهما. تلك المدرسة التي عناوينها هيهات من الذل. كونوا أحرارا في دنياكم، والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ولا أقر لكم إقرار العبيد. هذه هي عناوين مدرسة سيد الشهداء. نحن معنيون بتطبيق عناوين هذه المدرسة الحسينية العظيمة، لا نرددها على ألسنتنا فقط، لنجعلها تترجم على أرض الواقع. وإن كان فيها فناء النفس، فليس فناؤها بشيء في سبيل إعزاز دين الله والدفاع عن أهل البيت عليهم السلام. نحن أحياء إذا قهرنا أعداءنا حتى وإن متنا، أما إذا صرنا مقهورين وقبلنا بالذل فما نحن إلا أموات وإن كنا أحياء. هكذا قال مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه يوم صفين، حين استولى معاوية وأصحابه لعنهم الله على شريعة الفرات في يوم صفين، ومنعوا جيش الإمام من الماء وأرادوا إذلالهم بذلك. حين ذاك ماذا قال الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه؟ اقرأوا نهج البلاغة، تدبروا في نهج البلاغة. قال عليه السلام لأفراد جيشه: قد استطعموكم القتال، فأقروا على مذلة وتأخير محلة، أي تأخير شرف. أمامكم طريقان: إما أن تقروا على مذلة وتأخير محلة تتراجعون عن كرامتكم وشرفكم، أو رووا السيوف من الدماء تروا من الماء. لما لا يكون مجال إلا استعمال القوة للمعتدي في مواجهة المعتدي، فلا سبيل إلا استعمال القوة. قد استطعموكم القتال، فأقروا على مذلة وتأخير محلة، أو رووا السيوف من الدماء، ارووا سيوفكم بالدماء، أو رووا سيوفكم من الدماء تروا من الماء، فالموت في حياتكم مقهورين، والحياة في موتكم قاهرين. الحياة في الموت قاهرا، اقهر عدوك ومت، اعلم أنك حي ولست ميتا. أما إن قهرك عدوك وإن كنت حيا فأنت ميت. ألا وإن معاوية قاد لمة من الغواة وعمس عليهم الخبر، ضللهم حتى جعلوا نحورهم أغراض المنية. لقد أحسن أبو الحسن صلوات الله عليه تربية أهل بيته وشيعته المخلصين، كما أحسن أبو عبد الله الحسين صلوات الله عليه تربية أهل بيته وأصحابه الشهداء الأبرار صلوات الله عليهم أجمعين. فظهرت منهم آيات الإباء والبطولة يوم كربلاء، لم يستسلم أحد منهم للذلة، ولم يقبل الدنية،
ولم يضعف أو ينكسر، كانوا كالأسود الضارية التي لا تهاب الموت وترى فيه الحياة، لأن الواحد منهم كان يمضي شهيدا وينتقل من هذه الدنيا وليس في عنقه بيعة ذل لطاغية مثل يزيد لعنه الله. هكذا ينبغي أن نكون، هكذا نمتلك العزة والكرامة والسيادة، هكذا نعلو ولا يعلى علينا. تلك هي مدرسة سيد الشهداء، تلك هي مدرسة علي، تلك هي مدرسة محمد صلى الله عليه وآله. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. نحن بحاجة إلى أن نتأمل في هذه التعاليم، في هذه المآثر، أن نعتبر، أن نتدارس هذه السيرة العظيمة العطرة لأئمتنا الأطهار عليهم السلام وأصحابهم الأبرار. إنها هنا دروسا وعبرا، لو أنها طبقت لوصلنا إلى مبتغانا ولأصبحنا سادة العالم. للحديث بقية نوكلها إلى ما تبقى من محاضرات إن شاء الله تعالى. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. بالله بمحمد تعليم لفاطمة بالحسن بالحسين بالأئمة الأطهار.